ابو محمد صالح ابو نخاع، يعني رينارد بالنهج الفني الجديد والازمه اللي يواجهها بالاصابات والغيابات، والان سعود عبد الحميد تو شارك اليوم، بكره حيدخل الصحفي والغامدي، لسه النهج الفني ما تشربوه، لكن متفائل انت بهالمواجهه انه الروح هذه راح تكون حاضره؟ لابد نكون متفائلين، ولابد الروح تحضر. احنا كل شيء تغير في المنتخب الان، مجرد ما غيرنا المدرب ورجع السيد هيرفي رينانت اعتقد انه كل شيء تغير وتغير للافضل. يعني اعتقد ما اللعيبه انفسهم، احنا شفنا تعبيراتهم وشفنا ارائهم وشفنا رده فعلهم الايجابيه بعد عوده السيد هيرفي، اعتقد ان الاشياء كلها ايجابيه. احنا مباراه لا تقبل القسمه على اثنين، احنا مباراه بالنسبه لنا انا يعني اشوفها مباراه المركز الثاني اذا استثنينا المركز الاول. لذلك لابد احنا نحضر كل ما يمكن احنا نحضر فيه، لا الجهاز الاداري لا الجهاز الفني لا اللعيبه، يجب الجميع يكون حاضر. مهما تكلمنا عن النقص اللي عندنا، او اكيد عند المنتخب الاسترالي اكيد عنده نقص وعنده غيابات، لكن احنا بالنسبه لنا صحيح عندنا غيابات مؤثره، سالم الدوسري لاعب مؤثر ومؤثر جدا جدا جدا، لكن ان شاء الله البقيه فيهم الخير والبركه. لا انسى برضه الدور التكتيكي الكبير اللي كان يقوم به عبد الله المالكي، ويعتبر عنصر اساسي من العناصر اللي يعتمد عليها السيد هيرفي، وشفناه في كاس العالم وشفناه في المباريات اللي خاضها مع السيد هيرفي. وعبد الله المالكي بدا يرجع لمستوياته خاصه في مشاركاته الأخيرة سواء في المنتخب مع السيد مانشيني ومع النادي الاتفاق. أنا أشوف أن المباراة يجب أن احنا ندخلها وحنا متفائلين، ويجب أن احنا ندخلها وحنا مؤمنين بإمكانيات المنتخب وبإمكانيات الجميع. لابد أن احنا نبحث عن الثلاث نقاط، لا نفكر تفكير ثاني. أي نعم التعادل قد يخدمنا خاصة عندنا مباراة ثانية مع استراليا على أرضنا وبين جمهورنا، لكن انا اشوف بالنسبه لنا استراليا فريق قادرين احنا نكسبه، وعندنا الامكانيات اللي تخلينا نكسبه بحول الله وقوته باذن الله. ابو علي خالد السعودي، يعني رينارد يعرف المنتخب السعودي، هو رجع وكان خاض فتره اولى مع المنتخب، يعني عارف تفاصيله، لكن اربع ايام اربع حصص تدريبيه كافيه للمدرب انه يضع خططه يتشربها اللاعبين يفهمونها ينسجمون معها، ولا حيكتفي بالعامل النفسي والعمل عليه؟ الأكيد أنه الفترة ما هي طويلة، ولكن غالبية المجموعة في عدد بسيط من العناصر يمكن هم جدد على 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 على, على المدرب. الفترة هذه أعتقد أنه الأهم فيها بالنسبة للاعبين استعادة الثقة اللي فقدوها في الفترة الماضية. علاقة اللاعبين بالسيد هيرفي هي يمكن الشيء أو السمة الأبرز، واللي من خلالها يمكن شفنا اللاعبين كيف تفجرت طاقاتهم في فتره ماضيه، وهي اللي نعول عليها في الفتره الحاليه. المباراه نكون عقلانيين وواقعيين، المباراه صعبه جدا ولا سيما انها خارج الديار. المنتخب الاسترالي كانت بدايته في التصفيات بدايه متواضعه جدا، ولكن على الاقل اليوم متساوي مع منتخبنا ومع منتخب البحرين الشقيق في النقاط. الاهم من خلال مباراه استراليا ألا نخسر، نعم نتمنى الفوز، ولكن الأهم ألا نخسر حتى ما يبعد المنتخب، ما يكون في فارق نقطي بيننا وبين المنتخب الأسترالي في أيضا مباريات قادمة سواء للمنتخب السعودي وأيضا في رحلة الإياب. أنا أعتقد المباراة هذه أيضا كونها بداية للمدرب من يعني الجميل أنه نحصل فيها على ثلاث نقاط، ولكن أيضا الواقعية لازم تكون موجودة. مباراة صعبة ليست مستحيلة، نعم المنتخب الاسترالي خسر منتخب البحرين الشقيق، نقدر نفوز على استراليا، لكن باذن الله نطلع ان شاء الله بانتصار عريض ونكون مبسوطين وبالتوفيق ان شاء الله.